اسمي ريفوزية، في عمري 20 سنة، عندي جبنيات من مدينة الدار البيضاء. أنا كنعرف ماما وبابا وعندي خوتي وعندي الوراق وكل شيء، وليني معرفش الظروف اللي خلونيش أنا يديوني لمركز حماية الطفولة. عيت فيه تدرت 16 عام، من ما راحتش حولت لمركز آخر، عيت كملت 18 عام وخرجت. ما لقيتش زعما الوضع مزيان، كنا عايشين في الزنقة. عيت كندور، ولدت البنية الأولى عندها عامين ونص، ندور في بورقو المدينة، يعني كان ندور مع دوك البنات ودوك الولاد اللي تا هما عندهم وضع ديالهم متشردين في الزنقة. عيت كندور ولدت البنية الثانية اللي هي عندها عام وشهر، كندوز النهار ناعسين وبالليل فايقين، كمية شراب تشمكير ما درجة أنا جلمي كدرشة، ولكن الحمد لله ما مشيتش فيها. الزنقة كتعيي بزاف، كتضربي شهر شهرين كتعيي، يعني كل حاجة كتعلمي منها. يعني أنا كانت عندي ظروف، كنت كنقرا وعندي دارنا، يعني ما غنخرجش في الزنقة. بنيتي ما بغيتش نخرج الزنقة، وأكثر حاجة موقفاني أنا هي بنيتي. ما عنديش مشكل، نقدر نعيشهم بأي حاجة غتنقدهم ماشي غتضيع. أنا ما كانش رجع غير ورا كيف ما بنتي، والله أجي من كتكون بنتي ناعسة كنقول يا ريت كون رجعت قدها. حيت الزنقة خايبة بزاف والمجتمع ما كيرحمش، يعني بنت خارجة الزنقة حتى واحد ما كيقول عندها ظروف، يعني ما نقدر نهز الذنب ديال حتى واحد. أرى الله كيشوف، ولكن ما نقدر لهم حتى واحد، غنقدر لهم شي واحد بالغلط وغندي فيه ذنب كبير. ما بغيتش شي واحد يكون بالعصي. ونصيحة للأمهات، يعني يكونوا كيتقربوا من بناتهم بزاف، يعني قد ما عطيتي فرصه لبنتك قد ما كطيحيش معاها في مشكل، قد ما كتكوني خانقه بنتك يعني اي حاجه كتوقع لها ما كتقدرش تقولها لك. انا الوالده ديالي ما قلت غنسامحها، حيت انا مجربه الام، حيت علاش غنسامحها؟ انا والده بناتي وما نبغيهمش يديروا ليا، انا ما غنبغيهمش ما يسامحوش ليا. انا غنقدر ندير معاهم شي خطا ولكن غنبغيهم ضروري يسامحوا ليا. وعلاش ما غنسامحهاش؟ ما كملتش الأجر ديالها في ولادها. لا خديجة أسد، أنا شفتك عينيك دمعه، وأكيد مني كانت سمعوا فوزية أنت الأم والجدة، أشنو تقولي الفوزية والقاع البنات اللي بحال فوزية صبايا، يعني أطفال. قبل فوزية سمعنا محمد عنده 14 عام وكان مع عليه ما بيه تلقى راسه في وضعية الشارع، أشنو تقولي لهاد البنات وشنو تقولي للناس اللي كيتصنتوا لنا مباشرة على راديو أصوات؟ أولا تحية لكل المستمعين، فرحانة وجيت فرحانة باللقاء معهم بعد اليوم شحال هادي معهم. ف أنا ما كنقدرش نسمع للأسف. تقي بيا الصحفيين ديال أصوات كنحييهم اللي نزلوا باش ينجزوا الروبورتاجات ومشاو مع الجمعيات، مني كيرجعوا كيبكي وكيقول لك ما تصوروش الحالات اللي اليوم كاينة كاينة، وهادشي ما كنشوفوش، ماشي ما كنشوفوش، كنغمضوا عليه عينينا. وهذا هو الهدف أيضا الليلة البيضاء ديالنا من الليلة التضامنية، هو ما نغطيوش الشمس بالغربال، خصنا نواجهوا هذا الشيء ونحسوا بهاد الناس ونشوفوا كيفاش ممكن نساعدوهم. هو حقيقه ماشي غير اليوم اللي كنتاثروا، حنا وقت ما تزنا من شي شارع وشفنا شي حد في هاد الوضعيه راه كنتاثروا. فيمكن بعض الناس على قبل الخدمه واشغال الحياه والمتطلبات ديالها ولا عندهم مناظر بديهيه، ولكن ما يمكنش لا بد ملي صوتو ملي كتشوف شي طفل عنده 5 سنين 6 سنين. فما أحوجنا نكونوا متضامنين ونزيدوا نشوفوا مرأة عندها أطفال صغار، شيء زعما هي صغيرة وعندها الأطفال. الله يحسن العوان. وبيان سور التضامن هو اللي كان قد المجتمعات كلها، ما كنتسناوش دائما ينزل علينا الخير من السماء، انما احنا الخير اللي احنا اللي كنخلقوه احنا اللي كنديروه. يعني الخير الا ما كانش بالتضامن ما تنظنش واش كي يجي، يعني
تيجي هكاك. بغيت نقول لكم هادو هما الناس الحرار، هادو هما المغاربه، لانه يعني انا ديما كنتفاجئ وكنكتشف الناس اللي المعدن ديالهم طيب والمعدن الاصيل، لانه لاله خديجه وسيدي عزيز عبد الله كان عندهم حادث وكان عندهم التزام وعندهم تكريم واجلوا كل شيء باش يقدروا يحضروا معنا هاد السويعه د المكانه، وكانوا مسافرين خارج المغرب وتأجل كل شيء باش يجيو ويلبيو النداء. هذا واجب علينا، واجب على كل مغربي أنهم اللي يسمع كاين شي بادرة بحال هذه لمساعدة الناس اللي محتاجين، من الواجب عليها. أنا يعني ما تديرش شي حاجة غير هكذاك، هذا واجب. حنا كنتقاسموا هذه الأرض، حنا كنتقاسموا هذا الوطن، حنا بغينا وليداتنا يقراو، بغينا المغاربة يعيشوا مزيانين. حنا مغاربة كضربنا النفس، يعني ما يمكنش ندوزو هكذا في الشارع كيف قالت خديجة، كدوز وكتشوف بعينيك مسألة طبيعية عادية، كيبان لك واحد حدا الفروج واقف مشرد أو كذا شيء وكتشد الدجاجة وكتقول لي الله يسهل، تصبحت يعني مناظر مألوفة ولا عندك طبيعي. هو أمر ماشي طبيعي، ماشي عادي هذا، أنني نشوف طفل بريء امراه بحال الحالة ديال فوزية، يعني راه مأساة، هذه مأساة كبيرة.